كذلك الصحفي ملزم سواء كان في الإعلام الرياضي أو في غيره ملزم باحترام الحياة الخاصة للناس. يدوك سيد تيلا بيناتي وما مركهاش من بعد تروح تجبد له العائلة تاعو انت وصرات يوم بعد لعبنا وخسرنا تروح الحياة الخاصة تاعهم تنشرها في الجورنو. انت ملزم باحترام الحياة الخاصة للناس مش لأنك صحفي دير واش حبيت. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.